التحالف الدولي ينفي وجود أي مؤشرات على تغير الوضع العسكري في منبج عقب دخول الجيش السوري المنطقة. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على فتح الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة وتعز غدا السبت. الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب عند الحدود بين الدول الأعضاء. نشرة أخبار الساعة، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها انفجار عبوة بدائية الصنع بجوار سور المريوطية بالجيزة أثناء مرور حافلة سياحية، ما أسفر عن وفاة 2 من السائحين من دولة فيتنام وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة. وقد انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. إلى خبر آخر، حيث أعلن التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش أنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث تغير في الوضع العسكري في منطقة منبج عقب دخول قوات الجيش السوري المنطقة. من جانبها رحبت روسيا بدخول الجيش السوري منبج بعد دعوة وحدات حماية الشعب الكردية لحمايتها من تهديدات تركيا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مسلحون موالون لأنقرة أنهم بدأوا مع قوات تركية الزحف صوب جبهة منبج لإظهار الاستعداد الكامل لبدء عمليات عسكرية. إلى الشأن العراقي، حيث أعلن مصدر في الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن انتشار مكثف لقوات بلاده على طول الشريط الحدودي مع سوريا. وقال المصدر إن القوات الأمنية من حرس الحدود والجيش انتشرت غربي الأنبار مع تشديد إجراءات الرصد والمراقبة تحسبا لأي عمليات تسلل محتملة للعناصر الإرهابية، خصوصا عقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال نشرتنا، فكونوا معنا. المبادرة تنظر إلى تعزيز أهم برامج الصحة العامة في مصر، ومن أهمها مثل ما حضرتك قلت فيروس سي والأمراض غير السارية، ودي مشكلتين أساسيتين للصحة العامة في مصر. الالتزام السياسي على أعلى مستوى، توحيد جهود الحكومة مع بعضها. كلنا شاهدنا تنفيذ المرحلة الأولى ونجاحها وإعطاء المعلومات، يعني الأرقام حولت إلى معلومات، وده مهم جدا أنه نحن لما نستعمل الرقم لتحويله إلى معلومة وبالتالي إلى اتخاذ قرار صحيح ورسم سياسة صحية على المستوى البلد بشكل كامل. الكلمة الأخيرة لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي خلال محاضرة معالي وزيرة الصحة والسكان كان لها أهمية كبرى على مستوى ليس الوطني ولكن على مستوى العالمي بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، لأنه رجل بمستوى عالي من القيادة السياسية يتكلم عن أهمية الصحة العامة وتطبيق وتنفيذ برامج الصحة العامة في مصر. بتصور هيدي مثل ما حضرتك قلت هيدي من أهم ركائز النهوض بصحة المجتمع المصري وصولا
إلى كل مواطن مصري في مصر. كلنا بنعرف نحن أنه من 2014 حتى 2016 نحن تخلصنا نهائيا من قوائم الانتظار لفيروس سي. كان مجهود كبير وبمجهودات محلية مصرية ومن الخزانة المصرية وتأمين العلاج بكلفة منخفضة جدا، وهيدا اللي قدر وصل الدولة المصرية إلى إطلاق مثل هذه المبادرة، لأنه كل مكوناتها كل عواملها اتحضرت وموجودة من قبل وممولة من قبل الدولة المصرية. أنا هون بدي من خلال هذه الشاشة الكريمة بدي أقول حاجة، أنه نحن سمعنا في الأيامات الأخيرة أنه هذه المبادرة هي عبارة عن منحة من منظمة الصحة العالمية. ها أنا بقولها بالفم الملآن أنه هذه المبادرة مصرية 100% وبتمويل مصري، وده مهم أنه كل الناس يعرفوها، وبمجهودات مصرية وبقدرات مصرية وبخبرات مصرية مدعومة فنيا، وبعض الأمور والحاجات اللي هي دعم فني أو دعم توعوي من قبل منظمة الصحة العالمية. قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون حقيقة خطوة كبيرة تجاه التغطية الصحية الشاملة اللي بنسميها Universal Health Coverage. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم توقيع قانون التأمين الصحي الشامل قال إنه الآن مصر خطت خطوة كبيرة نحو الصحة للجميع. أهلا بكم مجددا. أعلنت مملكة البحرين استمرار العمل في سفارتها بسوريا بعدما كانت قد أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق في مارس 2012. كانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد 7 سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا. وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن إعادة فتح سفارة بلاده لدى دمشق تهدف إلى تفعيل الدور العربي في سوريا في ظل التوغل الإيراني التركي فيها. يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات قمة مع نظيريه التركي والإيراني بشأن سوريا في مطلع العام المقبل في روسيا. أشار مصدر روسي إلى أن هذه المحادثات تأتي في إطار مفاوضات أستانا التي بدأت منذ عام 2017 ورعتها الدول الثلاث. ويتوجه وفد تركي يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع غدا السبت إلى روسيا لإجراء مفاوضات حول سوريا على خلفية الانسحاب الأمريكي من هناك. يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحتاج دعما واسعا من المجتمع الدولي. تصريحات لافروف جاءت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة الروسية موسكو. كما أكد لافروف استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للأردن لتوفير المساعدة للاجئين السوريين الذين يعيشون على أراضي والبالغ عددهم 1.3 مليون لاجئ. وشدد لافروف على ضرورة عودة اللاجئين السوريين بضمانات أمنية، مضيفا أن بلاده ساعدت الحكومة السورية في إنشاء بيئة ملائمة لمعيشة اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى أراضيهم. من جانبه أكد الصفدي ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا ويحافظ على سلامتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدا أنه لابد من دور عربي إيجابي في هذا الصدد. مرة أخرى نحتاج إلى أن نستمر في العمل معا سواء بين الأردن وروسيا أو في إطار المجتمع الدولي. كلنا نعرف أن طريق الحل واضحة وهي حل سياسي متفق عليه وفق القرار 2254، وعلينا أن نكثف كل الجهود باتجاه تحقيق ذلك الحل. عكس ذلك نكون لا نسبب إلا المزيد من الدمار لسوريا. حان الوقت لأن يكون التوجه باتجاه التعامل مع الأزمة مرتكز إلى أن مصالح سوريا ومصالح الشعب السوري الشقيق يجب التي تحكم أن تكون العوامل التي تحكم التوجه نحو التعامل مع الأزمة.
مزيد من المتابعة عبر سكايب. ينضم إلينا اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق سابقا. مرحبا بك. وهل يعتبر اتفاق دخول القوات السورية لمنبج بداية لرسم العلاقات بين تركيا وأمريكا؟ سيد محمد عباس، إذا كنت تسمعني، هل يعتبر اتفاق دخول القوات السورية إلى منبج هو بداية جديدة لرسم علاقات تركية أمريكية في هذه المنطقة الشمالية؟ سيد محمد، يعني سيد محمد إذا كنت تسمعني، طيب، فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد عباس، قد نعود إليه في وقت لاحق. ونعود إلى أخبارنا، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الصفدي أنه لا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يراعي حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إنهاء الجمود الراهن في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بالنسبة للقضية الفلسطينية، كما تعلمون القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية هي القضية الأساس والقضية المركزية. موقفنا الدائم والثابت أن لا أمن ولا استقرار ولا سلامة شاملين في المنطقة من دون حل هذا الصراع على الأسس التي تنصف الشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين، أنه نشترك في القلق من غياب أفق هذا الحل، وبحاجة هنا إلى التأكيد على ما قاله الصديق لافروف بضرورة إطلاق مفاوضات جدية وفاعلة تكسر الجمود في العملية السلمية وتضعنا على اتجاه الحل الذي لن يكون مقبولا إلا إذا لبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة، وخصوصا حقه في الحرية والدولة وعاصمته القدس على خطوط 1967 الرابع من حزيران. وعلى الصعيد الميداني الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وقال شهود عيان إن الاحتلال أطلق الرصاص على المتظاهرين شرقي خان يونس وشرقي رفح، وتوافد الفلسطينيون على مخيمات مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 40 التي تحمل عنوان لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة. قال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي إن استمرار حكومة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان يؤكد عزمها تدمير كل فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. وأدان التصعيد الاستيطاني غير المسبوق لدولة الاحتلال بعد إعلان مصادقتها على بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقال إن الأمانة العامة للجامعة تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وفعالة من أجل إنفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية من استقلالها. بالعودة إلى الشأن السوري مرة أخرى، وللمزيد من التفاصيل حول دخول القوات السورية إلى منبج، ينضم إلينا عبر سكايب اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق سابقا. مرحبا بك. وهل يعتبر اتفاق دخول القوات السورية لمنبج بداية لرسم العلاقات بين كل من تركيا والولايات المتحدة؟ بداية رسم العلاقات بين تركيا
المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن هناك بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. أستطيع القول أنه تبادل أدوات، وأؤكد تماما أن تركيا منخرطة في الأدواء على سوريا، وتركيا والانسحاب الأمريكي من الانسحاب الأمريكي المعلن إعلاميا أخص إعلامي انسحابها من سوريا هو فقط لكي يمارس شروطا جديدة في جغرافيا سوريا، ولتبين جيدا أن تركيا هي رأس الحربة في العدوان على سوريا، وهذا لم يتغير شيء. يعني عندما يقول في الأهداف الاستراتيجية أي متغير في التكتيك لا يعني تغير في الاستراتيجية. طيب بوجهة نظرك ومع دخول أو ما يقال عن دخول قوات تركية وقوات معارضة يعني بأسلحة متطورة، بوجهة نظرك هل يمكن أن تشهد هذه المنطقة صداما سوريا أو صداما تركيا مع الجيش السوري؟ سيد الفاضل الثاني يصحح مفردة المعارضة، هل تعتقدون ما يجري في سيناء من هؤلاء الإرهابيين يعني المجرمين بأنهم معارضة مصرية؟ إذا كان هؤلاء معارضة مصرية فأنا أقول أن ما يجري في سوريا معارضة سورية. إذا كان الإرهابيون قتل في سيناء معارضة مصرية فأنا أحكي لا نسميها معارضة مصرية، هم حقيقة ليسوا معارضة مصرية. هي حسب الأخبار على وكالات الأنباء هي تسمى كذلك. دعنا نحول السؤال، هل تتوقع صدام تركي مع الجيش السوري في هذه المنطقة أم أن كل طرف سيلتزم مكانه؟ سيد الفاضل أتوقع أن يكون هذا الصدام بين ما سميته حضرتك بالمعارضة السورية لأنها معارضة أتت من إدلب وتحت اسم غصن الزيتون و درع الفرات وغيرها من الاسماء التي صنعها اردوغان، والتي تضم قوات ارهابيه من اكثر من 150 دوله، وستنقل برا الى منطقه غصن الزيتون او درع الفرات اللي في منطقه الابيض وعين العرب. هذه اسمها القوات التركيه البديله، القوات التركيه البديله التي سوف تقاتل بدلا من الجيش التركي. الجيش التركي لن يدخل معركه، سوف يقوم بزج هذه القوات التي صنعها دربها منحها الامان والقطاع الدبلوماسي والسياسي واللوجستي ووفر لها كل الشروط للقتال في سوريا. سوف ينقل قوات بها افرادا بعضهم سوريون وبعضهم الاخر مصري، اذكر الساده المصريين اخوتنا في مصر، بعضهم من مصر وبعضهم الاخر من السعوديه وبعضهم من امريكا ومن البرازيل ومن 150 دوله في العالم الذين اتوا الى سوريا. هؤلاء سوف ينقلوا بعضهم عن اردوغان الى شرق الفرات كي يدخلوا المعركه بجانب قواته ويكونوا هم قوات الصف الاول او النسق الاول في الاقتحام التي سوف تزج في المعركه. وبالتالي لا اعتقد ان هنالك مواجهات حقيقيه بين الجيش التركي الاصيل والجيش السوري. هناك مقاتل، هناك قتال سيجري. طيب إذا ما تقوله يعني هو جر للجيش السوري للصدام مع أي كان نوع الميليشيات التي سيصطدم معها، بوجهة نظرك يعني هل سيصر الجيش السوري على تحرير هذه المنطقة سواء من الميليشيات المسلحة أو الجيش التركي إذا اقتضى الصدام معه؟ سيدي فاضل القضية المصلحة الوطنية العليا للجيش السوري والدولة السورية، المصلحة الوطنية العليا تقتضي باستعادة هذه الجغرافيا الوطنية السورية. كيف تتم هذه الاستعادة؟ لدينا وسائل كثيرة، المسألة الأولى كانت من خلال المصالحات الوطنية التي ما زلنا نسعى عليها في إدلب. المسألة الثانية ما لم تتحقق الصراع المسلح والجيش العربي السوري جاهز الآن للدخول في هذه المعركة. وذلك مسألة ثالثة وهي الدور الوطني لأبنائنا وأهلنا الأكراد السوريين اليوم الذين طالبوا بدخول الجيش السوري إلى مندج. هذا يعني أن هؤلاء المواطنين السوريين يحملون عرب السورية ويحملون بندقية السورية ويقاتلون الأجانب في سوريا ويقاتلون هذا الوجود التركي الغازي. طيب السؤال بطريقة أخرى، هل تعتقد أنه يمكن أن يعقد اتفاق تركي مع الإدارة السورية فيما يتعلق بتطمينات قد تخرج تركيا من هذه المنطقة فيما يتعلق بالأكراد تحديدا؟ يعني أردوغان يتخذ ذرائع، لديه ذرائع لأجل الثورة في سوريا. أردوغان لديه مشروع يتطلع من خلاله إلى احتلال سوريا بالكامل
لا بل الوصول الى مصر والسعوديه وتنفيذ ما يسمى بمشروع الشهر الاسود الكبير. لنذكر ساده المشاهدين انه عام 2004 قد حضر اردوغان مؤتمر جي 7 بميامي وتلقى الامر بان يكون رئيسا لمشروع الشهر الاسود الكبير. يعتمد على سوريا اخلاقيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. واليوم يستفشل كل هذه القدرات ويقوم بالزج قواته البديله وبقطعان من الجيوش الارهابيه الوهابيه التكفيريه في سوريا. هؤلاء جميعا لا نستطيع الا ان نقول عنهم بانهم جنود غزه واحتلال، والوجود التركي وجود غزه واحتلال. لا وجود ولا يمكن باي شكل من الاشكال. طيب ومع خروج القوات الامريكيه من المعادله في هذه المنطقه، ومع توجه وفد تركي إلى روسيا، هل تعتقد أن روسيا قد تقوم بدور بديل، يعني تكبح من خلاله جماح ما قلت أنه مشروع تركي في سوريا وفي المنطقة؟ سيدي الصادق دعني فقط أكمل الإجابة تفضل. ما يتعلق بالزراعة التركية في دخولها الى الاغراض السوريه. الزراعه التركيه تقول ان السوريين الاكراد يبحثون عن حل انفصالي او عن مكون انفصالي في الدوله السوريه. هذه الزريعه بالنسبه للسوريين الاكراد غير موجوده، لكنها موجوده لدى الاكراد الاتراك الموجودين في سوريا والذين تستغل وجودهم تركيا من اجل الدخول في الداخل السوري او في الاحرى اقتحام الداخل السوري وصولا الى شرق الفرات وتحقيق معاربها. هذه نقطة أساسية وجوهرية، لكننا نعول دائما على المواطن السوري الكردي الذي سيقاتل إلى جانب الدولة السورية. نقطة أولى. نقطة ثانية، أن تركيا تعبث في الجغرافيا وتعبث في الأماكن المتاحة لها ما بين أمريكا وروسيا وإيران. نتذكر جيدا أن التركي موجود على الحدود السورية بحوالي 850 كيلومتر، والتركي له أطماع، والتركي له أدوات في الجغرافيا السورية. هذه الأدوات اليوم التي تحمل سلاحا وعقيدة وعلما تركيا. لنتذكر أيها السادة أن التركي اليوم يقوم بتعليم أبنائنا اللغة التركية ويقوم برفع العلم التركي نستوطن، لا بل إنه يقوم بتسجيل النفوس ومعاملات النفوس والسجل المدني في السجلات التركية، وقد منح جنسية التركية لأكثر من 30,000 مواطن سوري. هذا يعني أنه يحضر لاختراق في الوعي واختراق في الديموغرافيا والسكان السوري، وإنه يتطلع أيضا إلى أكثر من ذلك بكثير. دعني أذكر أنه يبحث عن مشروع العمق الاستراتيجي لتركيا الذي يمتد من المغرب إلى سنغافورة. طيب يعني نعود مرة أخرى إلى الشأن الروسي، هل ستسمح روسيا كمايسترو في هذه المنطقة بعد خروج أمريكا من المعادلة، هل ستسمح بذلك أم أنها يعني ستقوم بدور موازن لكل القوى الموجودة الآن على الأراضي السورية؟ سيد الصادر، الأمريكي لم يخرج من سوريا، خرج بضع كيلومترات ونقل قواته إلى قاعدة عين الأسد في الأراضي العراقية، ويوم أمس كان ترامب يتحدث من بغداد يقول أننا سوف نستخدم قواتنا عند الضرورة. بمعنى آخر، أمريكا لديها قوات بديلة في جغرافيا سوريا وهي قوات داعش، قوات النصرة، قوات الدمكي، قوات سلطان مراد، أي أن القوات التركية البديلة والقوات الإسرائيلية البديلة الصهيونية البديلة الموجودة في الجنوب والقوات الأمريكية البديلة الإسلامية تنفذ مشروعا واحدا. إذا كان الأمريكي قد انتقل لبعض قواته بمناورة بالقوات بداخل الأراضي العراقية، هذا لا يعني على الإطلاق أنه قد خرج من الجغرافيا. الأمريكي ما يزال لديه أطماع، وأعتقد جازما أن قد هزم في مشروعه فبات يحول المشروع نحو التركي ونحو الإسرائيلي. الأمريكي ما تزال لديه أطماع، الأمريكي ما تزال لديه محاولات للدخول في جغرافيا سوريا ومن أجل تحقيق انتصار ما. أؤكد تماما لسادة المشاهدين في مصر العزيزة أن الدولة السورية تحقق انتصارها، والدولة السورية اليوم من الثبات والمكانة أنها قادرة على التصدي لكل هذه المشاريع. وهنالك إن شاء الله الأيام القادمة سوف تؤكد تماما أن سوريا من القوة والأصدقاء ويقفون إلى جانبها، ونحن مع شعبنا وضمن إرادة هذا الشعب الذي سوف يضغط الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي. نعم إن شاء الله. سيادة اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق سابقا، شكرا جزيلا لك. إلى
إلى الشأن اليمني، حيث اتفقت الحكومة الشرعية اليمنية والميليشيات الحوثية على فتح الطريق الشرقي الرابط بين صنعاء والحديدة وتعز المعروف باسم خط الكيلو 16 غدا السبت. وفي المقابل رفضت الميليشيا فتح المعبر الشمالي لمدينة الحديدة أو الانسحاب من ميناء الحديدة الذي نص اتفاق السويد في أول بنوده على انسحاب الميليشيا منه، في حين لم يصدر أي تعليق بعد من الفريق الأممي على عدم انسحاب الميليشيا من الموانئ. كان رئيس لجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة باتريك كامرت اقترح أن يكون ميناء الحديدة هو مكان استقبال المساعدات وتوزيعها على كل المحافظات، وهو أمر رحبت به الشرعية فيما تحفظت الميليشيا عليه. هذا وتستمر الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في السويد بوساطة الأمم المتحدة، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة، وتتواصل مشاورات اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كامرت بشأن آلية الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة. في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كامرت عملها، يستمر المتمردون الحوثيون في انتهاك وقف إطلاق النار. كامرت الذي يستمر في مشاوراته مع وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين ما زال بانتظار رد الجانبين على مقترحاته بشأن آلية الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة. وقالت مصادر يمنية إن كامرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من مواني محافظة الحديدة ومن المدينة خلال مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل بحسب اتفاق ستوكهولم. وشملت الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار استخدام قذائف الهاون والار بي جي والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين. وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الخروقات الحوثية وقعت في مناطق الحديدة ودريهمي وتحيتة وحيس والجاح والفازة والجبلية ومجليس، مشيرا إلى أنها أوقعت إصابات في صفوف المدنيين. أعلن الجيش اليمني عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خبو والشعف بمحافظة الجوف، مكبدا ميليشيا الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة. وأكد مسؤول عسكري استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين. المعارك مع ميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل قيادات ميدانية بارزة في صفوف الميليشيا، في حين عثرت القوات في المنطقة على مخازن أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات. مزيدي من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني. مرحبا بك، وفي ظل الخروقات المستمرة للحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار، كيف ترى السيناريوهات المطروحة أمام كامرت الآن؟ هل يستطيع أن يقرب الفجوة بين الطرفين لتنفيذ بنود اتفاق أو نصوص اتفاق السويد؟ هو القائمة ما بين ما يجب أن يكون وبين التنفيذ الذي ينفذه الميليشيا الحوثية في الحديدة، التلكؤ الذي تقوم به الميليشيات الحوثية في الحديدة مع التنازلات التي تبديها الحكومة اليمنية، كلها تؤشر إلى وضع تفاوضي يصعبه التعنت القادم من الميليشيا الحوثية. وبالتالي أعتقد أن مهمة الجنرال باتريك كامرت تتعقد يوما بعد يوم في إطار مزيد من التعقيدات التي تصنعها العصابة الحوثية بالتسويف والتلكف، والذي قد ينعكس على الوضع التفاوضي عموما. يعني الناس كان بدأ بصيص أمل من اتفاق السويد الميليشيا الحوثية ستنسحب من ميناء الحديدة ومن ميناء الصليف ومن ميناء رأس عيسى ومن مدينة الحديدة وفقا لاتفاقية السويد ووفقا للقرار 2451، لكن الآن أزف الأسبوع الأول من الثلاثة أسابيع الذي حددها مجلس الأمن على الرحيل ولم يحصل شيء على الأرض، وكل هذا مؤشرات على أن العصابة الحوثية لا تلتزم بما تعهد به وما يتم الاتفاق عليه. نعم، السيد أو الدكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
فرضت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة للقبض على كل من يمثل تهديدا عند الحدود، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى إدراج بلاغ في نظام شنغن للبيانات لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا عند الحدود. وأوضحت المفوضية أن هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح تم تقديمه في ديسمبر من عام 2016 من أجل معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة. ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي لمراقبة الحدود الخارجية ويعزز التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد الملف الاقتصادي وصول أكثر من 300 مهاجر إلى إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم. مشاهدينا إلى الملف الاقتصادي في نشرتنا لهذه الساعة مع زميل الأمير داود، ولكن بعد الفاصل التالي كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية، وأهم ما نتابع فيها: وزيرة التضامن تعلن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير يوم الثلاثاء المقبل. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019 يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من يناير بدلا من العاشر من نفس الشهر، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد. وأوضحت والي أن الصرف سيتم من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع مكاتب البريد اعتبارا من اليوم الأول من يناير، على أن يتم الصرف من خلال البنوك في أول يوم عمل لها وهو الأربعاء الموافق الثاني من شهر يناير. قال وزير التجارة عمرو نصار أنه من المخطط خلال عام 2019 إطلاق مبادرة شجع صادرات بلدنا لتفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية. وأضاف نصار أن الصادرات المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغت بإجمالي الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2018 حوالي 22 مليار و600 مليون دولار، متوقعا أن تصل إلى حوالي 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10.6% عن عام 2017.
قال وزير النقل هشام عرفات إن الاتفاقية التنفيذية بشأن تمويل مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان سيتم توقيعها مع بنك أكزيم الصيني خلال النصف الأول من يناير القادم. وأوضح عرفات أن وزارة النقل عقدت اجتماعات مكثفة مع وفد البنك الممول للمشروع الممتد بطول 67 كيلومترا ويضم 11 محطة للتوافق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك، والتي تقضي بتوفير قرض ميسر بقيمة 1,200,000,000 دولار يغطي تكلفة المشروع الذي سيخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة حتى يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسما توضيحيا لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التموين في عام 2018، والتي يأتي في مقدمتها قيام وزارة التموين بتوزيع سلع تموينية بقيمة 3,500,000,000 جنيه لنحو 21,000,000 بطاقة تموينية ل 68,000,000 مواطن. وأشار المركز إلى تنفيذ صومعتين لتخزين القمح والغلال بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 150,000 طن، وتنفيذ 4 مناطق تجارية لوجستية بقيمة 1.4 مليار جنيه. هذا ويشهد الدعم المقدم للسلع التموينية تزايدا متواصلا ليصل إلى 86,900,000,000 جنيه في موازنة 2017-2018 مقارنة ب 39,700,000,000 جنيه في موازنة 2014-2015. منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بخسائر بلغت نحو 4,200,000,000 جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 740,700,000,000 جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، بينما انخفضت قيم التداول لتبلغ 2,600,000,000 جنيه مقارنة ب 6,700,000,000 جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق. قدرت المؤسسة الليبية للنفط إجمالية العائدات المتوقعة في عام 2018 عند نحو 24,200,000,000 دولار بزيادة تصل إلى 76% عن العام الماضي. وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات نوفمبر من مبيعات الخام ومشتقاته وعائدات الضرائب المحصلة من عقود الامتياز وصلت إلى 2,400,000,000 دولار. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزميل أشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما، ولكن بعد فاصل قصير. شكرا لك أمير، وبالعودة إلى نشرتنا، وصل أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم منظمة غير حكومية إسبانية قبالة ليبيا قبل أسبوع إلى جنوب إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم. ومن المقرر أن تعمل الشرطة على تحديد هويات المهاجرين قبل إرسالهم إلى مراكز إيواء. يشار إلى أن أكثر من 1,300 مهاجر غير شرعي لقوا مصرعهم وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا أو مالطا خلال هذا العام وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة حوارية ألقاها المؤرخ الأمريكي بيتر جران بعنوان الهوية والتاريخ. شمل اللقاء حوارا مفتوحا جمع بين المؤرخ بيتر جران وعدد من المثقفين المصريين. ضمن فعاليات منتدى الحوار الثقافي والذي أطلقته وزارة الثقافة، نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة حوارية بعنوان الهوية والتاريخ. من يدرسون التاريخ ومن يعرفون علم التاريخ كعلم يدركون أن التاريخ يؤثر في الشعوب
تاريخ الشعوب يشكل الشعوب ويشكل مستقبلها. لازم نتوقف ولو قليلا ونراجع تناولنا للتاريخ، لان احنا يعني الى حد كبير توجهنا مضاوي الى حد كبير، وبنبحث عن نموذج مثالي نقدمه للمستقبل. تناول الحوار رؤية مختلفة لقراءة التاريخ من خلال مناقشة أجراها المؤرخ الأمريكي بيتر جيران لأهم مؤلفاته الجذور الإسلامية للرأسمالية، والذي أحدث ضجة عند صدوره في منتصف الثمانينيات. يؤكد أكثر على أن الحداثة تبدأ مع عصر إسماعيل مع فكرة صعود أهل النفوذ اللي هم صعود أصحاب الرأس المال لما بدأت تتكون مصر، وده المعنى المختلف، يعني أن أهل النفوذ هم أهل الغنى أو أهل الثروة، لأنه أهل الثروة يحكموا، عندما يحكموا يديرون آلة الحكم لصالح مشروعاتهم. في كتابي هذا هو يقلب الطاولة ويقول إن مصر كانت ولا تزال لها هوية خاصة بها تستطيع أن تنهض على أساس هذه الهوية اللي هي العربية الإسلامية، ولم تكن مصر في حاجة إلى الحملة الفرنسية لكي تنقلها النقلة التي يزعم كثير أنها نقلت مصر إليها. وقدم جران قراءة تاريخية لما شهدته مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر من تطور ذاتي على الصعيدين الفكري والاقتصادي، والذي نبع من قوى داخلية بعيدا عن أي مؤثرات خارجية أو قوى استعمارية. تتبع ملامح التغيرات التاريخية في مصر بين الحداثة والتحديث، خاصة مع بداية العصر العثماني، هذا ما ذكره المؤرخ الأمريكي بيتر جيران في كتابه لإظهار التطور التاريخي الإسلامي من منظور الرأسمالية والربط بين الهوية والتاريخ. أحمد سعد الدين، النيل. والآن مشاهدينا إلى أهم الأخبار الرياضية في نشرتنا لهذه الساعة مع الزميلة حنان عاطف بعد الفاصل التالي، كونوا معنا. We'll be right back.